السادس من أيار هو رمز التضحية والفداء في سبيل إعلاء شأن الوطن، وقد نال الشهداء الاهتمام الكبير من القائد المؤسس الخالد حافظ الأسد. أكيد يا ليلى، وأكيد هذا الاهتمام ما زال مستمر في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد من خلال المراسيم والقوانين التي عظمت الشهداء والشهادة. واليوم ضمن صباحنا الاستثنائي حنكون مع سيادة العميد نجوى ميهوب من مديرية شؤون الشهداء لنعرف أكثر عن الخدمات اللي عم تقدمها المديرية لذوي الشهداء. يسعد صباحك سيادة العميد، وأهلا وسهلا فيك على هو الإخبارية السورية. صباح الخير. صباح الخير صباحك. وطننا صباح الخير، قائدنا صباح الخير، جيشنا صباح الخير، لذوي الشهداء يسعد صباحك. طبعا اليوم مديرية الشهداء لها دور فعلي من الشيء اللي بتقدمه لعائلات الشهداء، خلينا نحكي شوي عن هذا الدور. المديرية هي بتقدم كافة الخدمات و بتتابع ذوي الشهداء معيشيا واجتماعيا. طبعا من أول ما بيجي اسم الشهيد للمديرية بتتجهز الإضبارة، أول شيء تصفية المعاش والتعويضات للمستحقين من ذوي الشهداء أو الشهيد، بيتم إعطائها من المديرية كافة الحقوق أو المستحقات لذوي الشهيد، بتكون من ضمن المديرية، من بدل السكن لتراكم الإجازات للتعويضات. طبعا التعويضات لاحقا بتنزل على بطاقة الصراف اللي بيتم إعطائها للمستحقين لاحقا بعد فترة قصيرة طبعا من مراجعتنا. هي بالبداية يعني بيراجعوا المقر المديرية بالشام بدمشق، بعدين بيتابعوا كل واحد من محافظته. طيب سيادة العميد، الخدمات اللي ذكرتيها حضرتك، خلينا نسألك، هل عم تكون مستمرة دائما أو اليوم في مدة معينة لذوي الشهداء؟ خلينا أيضا نضوي على الناحية العلمية لأبناء الشهداء. أكيد مستمرة، والخدمات اللي حكيتها بالبداية هي مبدئيا يعني بتقدم لذوي الشهيد مبدئيا، أما المهمة الأساسية والأكبر والأسمى هي متابعة أبناء الشهداء دراسيا من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الدراسات العليا. إذا بدنا نحكي هلا دراسيا أكثر شيء إنه ابن الشهيد، نحن قلنا بالجامعات 5% كافة الاختصاصات، الجامعات العامة وجامعات الخاصة. عندنا بالمدارس الخاصة كمان 5% لأطفال الشهداء أو لأولاد الشهداء، أبناء الشهداء اللي خارج المدارس الداخلية. أيضا عندنا هاي النسبة 5% بيدخلوها حسب بكل المحافظات على كافة، بدون طبعا قيود وبدون أي يعني مستحقات كاملة لإلهم. بالنسبة لهي علميا يعني أهم شيء. الشيء الثاني هو متابعتهم معيشيا واجتماعيا. مثلا عندنا مكتب شكاوي لذوي الشهداء، أي شيء بيخص عائلة شهيد أو ذوي شهيد ممكن يتقدموا بشكوى لمكتب الشهداء، مكتب الشكاوي بتابع للسيد المدير بمكتب الشهداء، أو أي طلب كمان بيتقدم لفرع العلاقات العامة اللي هو أحد الأفرع الموجودة بمديرية شؤون الشهداء والجرحى، بيتم متابعتهم مع المؤسسات والوزارات اللي بتخص المختصة أو اللي بتخص هيدا الطلب. سيادة العميد، اليوم مديرية شؤون الشهداء ودورها الكبير، كمان الأسر الشهداء المتواجدة بالمحافظات الثانية، هل في فرع أو فروع في المحافظات لمديرية أسر الشهداء؟ أكيد في أفرع بالمحافظات، عندنا بالمناطق، عندنا بالمنطقة الجنوبية فرع شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بالمنطقة الجنوبية، المنطقة الوسطى، المنطقة الساحلية والمنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية.
والباقي المحافظات كل منطقة اللي تابعة لها عبارة عن أقسام. فمثلا بالمنطقة الجنوبية دمشق وريفة، فرع دمشق وريفة عندنا، بقسم بدرعا وقسم بالسويدة، حمص فرع المنطقة الوسطى، شؤون شهداء والجرحى والمفقودين المنطقة الوسطى بحمص، في عندنا قسم بحما، قسم بمصياف، ريف حلب، عفوا حلب فرع الشهداء والجرحى بحلب، عندنا قسم بريف حلب، قسم إدلب، الساحل أيضا باللادقية مركزها الفرع، عندنا قسم طرطوس، قسم ريف اللادقية، عندنا المنطقة الشرقية أيضا فرع دير الزور، وعندنا بالحسكة والحسكة والريف الدير. المنطقة الشمالية هي حلب، ريف حلب وإدلب أقسام. الفرع هو مهمتهم متابعة ذوي الشهداء بعد ما بيراجعونا. طبعا هنا أول ما بيجينا اسم الشهيد بيراجعوا المديرية بالأساس، بياخذوا الحقوق وبياخذوا بطاقة الشرف، بطاقة الصراف للمعاش والتأمين، لنسهل الخدمات لإلهم وما يتعذبوا يجوا على يعني محافظات من كافة المحافظات إذا بدهم طلبات لدمشق عن طريق فرعنا وأقسامنا بالمحافظات، بيراجعون بيتابعون متابعة مثل ما بنتابعهم نحن كمان معيشيا واجتماعيا عن قرب، وبيتم التواصل معنا إذا كان بيتطلب الأمر أو بحاجة لحل على مستوى أكبر، بيتم التواصل مع المديرية ونحن بدورنا بنتواصل مع الجهات المعنية ومع القيادة بما يخص الطلبات أو الشكاوى اللي هن بيكونوا مقدمينها. وطبعا الخدمات سألتيني انه الى فتره محدده وهيك، اكيد ما الى فتره محدده، يعني انا ركزت على مرحله التعليم للطالب لانه اهم شيء ابناء الشهداء بالنهايه بالدرجه الاولى، يعني كله مهم يعني بس بالدرجه الاولى الطفل صح. يعني وخاصة أعداده وتربيته وتعليمه، فهي اللي ركزت عليها. بس الخدمات اللي نحن عنا أبناء شهداء من السبعينات لحد الآن بيراجعونا، بيكون لهم طلبات أو شكاوي، يعني أنا رئيس فرع العلاقات العامة، الطلبات تقدم بفرعي، فلما بيراجعوني يعني أنا بتابع لهم طلباتهم بالمؤسسات او الوزارات، حتى الشهداء القدامى يعني مو بس الشهداء الحاليين خلال الحرب الكونيه على بلدنا سوريا، متابعين دائما يعني وابدا معيشيا واجتماعيا، وان شاء الله كل ما تحسن الوضع البلد والوضع الامني كل ما يكون في تقديم خدمات اكثر اذا كانت ماديه او معنويه. يعطيكم ألف عافية، اليوم يعني المسؤولية جدا كبيرة على حضرتكم، إن شاء الله أنتم حتكونوا أدى تجاه أبطالنا، تجاه شهدائنا وحتى أبنائهم. اليوم كونك سيادة العميد ذكرتي وضويتي كثير على الناحية التعليمية، خليني أسألك اليوم مديرية شؤون الشهداء، هل اليوم تعنى أو تؤمن فرص عمل لأبناء وبنات الشهداء أو ممكن تأمن بعثات خارجية؟ لا، العمل لزوجة الشهيد عم تكون بتجي أرملة الشهيد بتراجع المديرية بتقدم الأوراق فورا، نحن بنأمن له وظيفة حسب شهادته وحسب مكان سكنه، بيتم مراعاة مكان سكنه والشهادة اللي بتكون معه، هي خلال شهرين بتكون عم تداوم يعني بالمكان اللي هي بتطلبه أرملة الشهيد. هلا بالنسبة لأخوات الشهيد أو أبنائه عن طريق مسابقة كمان حسب الشهادة اللي هو المسابقات، عندنا بكل مسابقة في 50% لذوي الشهيد. نعم. هلا بجوز يكون في هلا ما يسمع بيقول انه ما في يعني بالنسبه للوظيفه في شوي يعني صعوبه كهلق حاليا، يعني الفرص بجوز تكون شوي قليله، فنحن بدنا نقول لهم انه نحن معهم يعني متابعهم للاخير، وقلنا 50% بكل مسابقه
بتتم بأي وزارة لذوي الشهداء، بس بده يتراعى الجانب العلمي يعني والإنسان المناسب بالمكان المناسب يعني ما في، فهون بده في فحوص بده يخضع له يعني عن طريق صحيح. المكان أو المسابقة، وإذا كانت فحوص شفهية أو كتابية لحتى ينقبل يعني بشكل صحيح. قلنا 50% بس مو إذا قدم 50% اليوم. في إجراءات بده يخضع له وشروط لحتى لينقبل ويكون الإنسان المناسب في المكان المناسب. تمام. بالنسبة للبعثات سألت حضرتك سيادة العميد، هل اليوم في تأمين بعثات دراسية لأبناء وبنات الشهداء؟ هلا ما في شيء محدد حسب شو نحن بيجينا من الدول الصديقة، ممكن للمتفوقين مثلا ما في شيء قوانين يعني محددة بهالخصوص هيدا، بس أحيانا بيصير مثلا رحلات ترفيهية لأبناء الشهداء مع وفق مذكرات تفاهم مع الدول الصديقة بالتنسيق مع الوزارات المختصة، عبارة عن رحلات ترفيهية. بعثات ما تكون معظمها داخلية بالجامعات البلد وعم يتابعوا كمان من قبل مكتبنا لحتى ليتخرجوا. سيادة العميد ذكرتي أنه حضرتك مسؤولة أو رئيسة قسم العلاقات العامة بمديرية أسر الشهداء، خلينا نحكي عن هذا الدور وهذا القسم والمهام اللي بتقوموا فيه. هلا المديرية بالأساس هي فيها فرع كمقر مديرية، فرع الأساسي هو فرع العلاقات العامة فعلا وفرع التنظيم فرعين هذول الأساسيين، والأفرع اللي حكينا عنهم شوي بالمحافظات والأقسام. كلنا عملنا عمل متكامل مع بعض، في تنسيق بين الأفرع كلها مرتبط مع بعض من المدير لرؤساء الأفرع للموجودين بالمديرية للمحافظات. هلا فرعي أنا مهمته متابعة ذوي الشهداء اجتماعيا ومعيشيا، يعني هي بالدرجة الأولى وأهم شيء. أكثر شيء بنركز على طلبات ذوي الشهداء، طلباتهم الأولوية لطلبات ذوي الشهداء ومتابعتهم يعني مع الوزارة بشكل مباشر، إذا كان عن طريق كتب أو أحيانا في طلبات ممكن عن طريق زيارة للمكان أو تواصل عبر الهاتف، وما يكون حل لمعظم طلباتهم أو وفي قلت لك في مكتب شكاوي كمان مختص تماما. طبعا فرعي كمان بتابع الفعاليات والتكريمات اللي بتكون بتخص ذوي الشهداء، اذا كان توزيع اوسمة الاخلاص. هلا نحن طالعين بعيد الشهداء اللي بستة ايار لمعظم المحافظات لنوزع اوسمة اخلاص بهالمناسبة. طبعا غير توزيع أوسمة الإخلاص أي فعالية أي تكريم بخص ذوي الشهداء أو أبناء الشهداء بيتم التنسيق لإله من قبل فرع العلاقات العامة. يعطيكم ألف عافية سيادة العميد. خلينا هيك من حضرتك رسالتك بهذا اليوم. أنا بدي أترحم لأرواح الشهداء اللي رووا تراب الوطن ورجعوا الأمان لهالوطن بفضل تضحياتهم، وبدي أتمنى الشفاء العاجل لجرحانا الجرحى بالدرجة الأولى، يعني عن جد أنه نحن الجريح موجود معنا يعني، فبالدرجة الأولى الجريح هو التركيز كتير عم يكون بهالجانب هيدا. وكل عام ووطننا بخير وقائدنا المفدى بألف خير وجيشنا اللي بعده يعني موجود مناطق معينة على الجبهات بألف خير، والله يحميهم ويحمي بلدنا، وإن شاء الله الحمد لله الأمان موجود وإن شاء الله بترجع البلد أحسن من الأول. ونحن بقول لهم لذوي الشهداء موجودين مكاتبنا بس لخدماتهم ولتقديم خدمات لإلهم واستلام طلباتهم. كل عام وانتم بخير.
إن شاء الله تبقوا حضرتكم بألف خير، ومنا تشكركم على كل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها كرمة لذوي الشهداء. شكرا لحضرتك سيادة العميد نجوى ميهوب من مديرية شؤون الشهداء، شكرا لحضرتك وسعد صباحك عن جديد. شكرا لحضرتك ولكل الكوادر العاملة بمديرية أسر الشهداء للجهود اللي عم تقدمها تجاه أسر الشهداء، شكرا لك.